اكثر تحرر، المحاولات الهجوم من خلال الاطراف كمان اجناب الملعب احسن، حصل لها تطور، عمليات الاختراق كانت احسن، وصلوا المرمى المقاولين، مفيش تهديد، لان عمليه التجانس لسه الزمالك ما لقاهاش. لكن احنا لازم نقف كتير قوي عند مدرب ذكي بيدير نادي الزمالك وناسيو. الراجل ده درب او جرب 25 26 لاعب في اربع خمس ماتشات من غير ما نحس. احنا بننتقد لكن هو بيتفرج، احنا بنقول مش هتوصل للانسجام وهو بيحضر لفرقه يلعب بيها، فخدها ماتشات تدريبيه، هو شايف بمنتهى الواقع ان فرصته على المنافسه معدومه على الدوري. فهو هيضيع وقته في ايه اذا كان حط اهدافه للبطوله الافريقيه والبطوله العربيه؟ اذا تشكيلات غريبه، لو اتفرجت على الاربع خمس الاعداد بيفرجك الاربع خمس تشكيلات اللي عملهم اللعيبه اللي نزلت، ده مش من فراغ، ما فيش مدرب بيغير كده الا اذا كان وراه هدف. اذا اوناسيو مش بيلعب مباراه كره قدم خاليه من الاهداف، مش بيلعبها على الثلاث نقاط، ده بيلعب لثبات التشكيل. اول حاجه اوناسيو لعب عليها ثبات التشكيله الدفاعيه عشان يعرف يغير في اللي قدام اللي هو منطقه المشاكل بتاعته الكتيره. فعرف يصل بالونش، يصل بعلي جبر، يصل بناصف، احيانا اسامه واحيانا حسني، لدرجات الثبات وراهم الشناوي، رغم ان هو ادى ماتشين لجنش اول لما جه لو تفتكر برضه. صحيح. مفيش لعيب ما شاف ما خدش فرصته، احمد جعفر النهارده مايوكا 90 دقيقه يا كابتن مدحت. يعني انت فاهم؟ يعني بص عمليه التغيير نجح مايوكا النهارده؟ لا خالص. ابعد ما يكون، واذا كان ده كده بيقولوا خس، امال هو كان شكله عامل ازاي قبل كده؟ يعني هو بالنسبه لي وزنه زي ناصف، وزنه كمان عايز يتعدل، اسامه عايز يتعدل، اللعيبه دي كمان لعيب الخطوط دي لازم تبقى اسرع. احمد رفعت النهارده باين نفسه بشكل مختلف، حصل له تطور. ستانلي لما رجع منطقته حصل له تطور، بقى يخترق الاختراقات العرضيه بشكل متطور. لكن احنا لازم نفهم قبل الثلاث نقط وقبل اللي بنتفرج عليه وقبل الكلام ده كله، الراجل ده بيفكر ازاي؟ لا الراجل ده الماتشات دي بالنسبه له تدريبيه، الفكره بتاعته الرئيسيه هيلعب افريقيا بالتشكيل بتاعه ازاي. النهارده حتى عمليه ضبط منطقه نص الملعب الدفاعيه اللي هي مسار مشاكل نادي الزمالك، طارق حامد مليان انتقادات رغم ان هو لاعب دولي وعلى مستوى ناجح، لكن كورته الطويله زيرو معدومه، تمريراته اللي ليها معنى او ليها قوه او ليها انتاج هجومي معدومه. النهارده لما حط ابراهيم صلاح لا انتاج مميز، بيلعب جنبه وسط الملعب بيلعب جنبه دونجا، ما لقاش من دونجا الانتاج المطلوب، لكن سايبه يتفرج عليه، سابه كتير قوي. وبعدين نزل طارق حامد يشوفه جنب ابراهيم صلاح، الراجل ده بيتفرج. عمليه التدوير مش بيعملها عشان يريح لعيبه، ده بيعملها عشان يريح دماغه، هلعب بمين؟ النهارده عمليه ان هو يشوف ستانلي اللاعب خط يمين ما جابتش نتيجه، وده خط شمال جابت نتيجه، هو بيرتب، نزل مصطفى فتحي ان المره اللي فاتت في نص الملعب ورا راس الحربه، النهارده نزله لاعب خطوط. اذا اوناسيو قرر يكتشف بنفسه امكانيات لعيبته، ما يرجعش لسيديهات، ما يتفرجش على حاجات سابقه، وما يسمعش من حد من بره، ولا مجلس اداره ولا جمهور ولا اي حد، هو اوناسيو قرر بنفسه يتفرج على كل لعيب بنفسه. لان عمليه التغيير في الفرقه، احمد جعفر واخد ماتشين، اي لعيب هتلاقيه لعب، انا بطلب من الاعداد يفرجوك على كل اللعيبه اللي لعبت في اخر خمس ماتشات. الراجل ده بيحضر لثبات في التشكيل، والراجل ده بيحضر لفرقه ليها شخصيه، والراجل ده طلع فاهم قوي. انا اول الامر لاول وهله حسيت ان هو مش فاهم حاجه، وبيلعب اي لعيب كل ما يتغلب او يتعادل يلعب حد تاني جديد. لكن لا، جمهور الزمالك يجب ان يطمئن، عنده مدير فني واعد، بس الراجل ده لازم الجميع يبعد عنه، لازم ياخد فرصته بالكامل، محدش هيتدخل في شغله. الراجل ده محتاج يتساب شهرين ثلاثه عشان يطلع فرقه تليق باسم نادي الزمالك، لان اللي بيحصل في الملعب برضه النهارده ده هزار. يعني الزمالك كسب ثلاث نقاط لكن الملعب مليان هزار، لعيبه كلها بتلعب بشكل فردي، تباعد ما بين الخطوط، عشوائيه في الاداء، لكن الزمالك عارف يكسب، وده حاجه مهمه قوي ومميزه من لنادي الزمالك النهارده. فرقه المقاولين عملت شوط رائع الشوط الثاني، لكن الزمالك نجح من خلال استغلال الخطوط، من خلال اسامه محمد ان هو يقدر يعمل الكره العرضيه المميزه للسانلي اللي قطع من ورا مايوكا، اسامه ابراهيم اللي قطع من السانلي من ورا مايوكا واحرز هدف هو الاجمل. نادي الزمالك بيتحسن، نادي الزمالك بيتطور، نادي الزمالك يبحث عن نفسه مع اوناسيو، واعتقد اوناسيو قرب قوي ان يقدم تشكيله مثاليه. يعني كابتن فاروق، هل نقدر